طيب دلوقتي هنعمل السلطة علشان نبتدي نجاوب على الأسئلة. عندنا هنا السلطة دي ظريفة في إيه؟ انتوا عارفين ان انا ما بين الحين والآخر بحب استخدم البواقي، لان احنا معظم بيوتنا ما بيعرفوش يظبطوا الكميات قوي مع عدد افراد الأسرة او مع العزايم، وبيبقى عندنا هادر كتير جدا، ومعظم برضو أسرنا مش متعودين على أكل البواقي، فالأطفال بيرفضوها والرجالة الطيبين بيرفضوها، فمش كده؟ الرجالة الطيبين بيرفضوا ياكلوا بواقي ولا بتاكلوا بواقي عادي؟ لا بتاكلوا بواقي. بسم الله ما شاء الله. على رأيك إذا كانوا بيطبخوا. طب ماشي، ما علينا، احنا بنشوف الموضوع ده بعدين. فاحنا بنحاول ان احنا نستخدم البواقي استخدامات غير تقليدية، بحيث ان احنا ميبقاش عندنا هادر، ونبقى بنستخدم الحاجات بشكل جديد يخلي اهل البيت ما يعرفوش انها حاجة معاد استخدامها يعني. فالفكرة النهاردة ان احنا هنستخدم بواقي الرز سواء كان بسمتي او مصري، ويكون مفلفل. في الوصفة دي المقادير: كوباية حبوب رمان، كوبايتين سلق مفروم، ممكن بدلهم جرجير وممكن سبانخ وممكن التلاتة مع بعض، كوبايتين رز بسمتي مسلوقين، طبعا دي كوباية واحدة مش كوبايتين بيحاولوا ينسبوا علي، ربع كوباية عين جمل مجروش، ربع كوباية جبنة فتة أو جبنة قريش أو جبنة ماعز، الجبنة البيضة اللي انتوا بتحبوها. التتبيلة بقى: عندنا بصل أحمر مفروم ناعم، كل ما البصل يكون قورمة أو صغير كل ما يبقى مسكر أكتر وأحلى، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقتين كبار عسل أبيض، معلقة كبيرة خل التفاح، ملح وفلفل، عصير ليمون وعصير برتقان. طيب ده العسل وده عصير البرتقان وده الخل وده الليمون، يبقى الزيت. أوكي، هنعمل إيه بقى؟ هنعمل زي ما بنعمل دايما، هنحط هنا التتبيلة. مقادير التتبيلة عبارة عن ايه؟ عصير برتقال، عصير ليمون، يا شيماء خل التفاح. اهلا اهلا، ازيك يا شيماء؟ وعسل ابيض. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اموري حبيبتي؟ حلوة الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، يا رب دايما. اموري يا شيماء؟ بطمن عليكي بس. تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من تليفونك ولا من سؤالك، كتر خيرك يا شيماء. وهحط ملح وهحط فلفل اسود، وبعدين هبتدي بالوسك وانزل الزيت واحده واحده على التتبيله اهو. اول بقى ما يتقل اوقف اهو، بس كده كده الدريسنج جهز. وادي الرز، بواقي الرز الابيض اللي عندنا، بصل، سلق، عين جمل، جبنة فتة، حبوب رمان،